ودعم الرئيس نبيه بري، كأنه عاملين عن جد تحالف يا جدي يا هلأ يعني. إذا كنا عم ندير الأمور كما يجب ما بسمع إلا بيقولوا لي أنت تخشى الأمريكي وأنت مؤتمر من الأمريكان. برجع بيقولوا لي أنت مع حزب الله أنك أنت والله بتدلك بتسيرهم بتدلك ماشي معهم. ما حدثتك شاطر مع التاني. طيب إذا طيب أنا شو السياسة شو بس حدا يفسر لي شو معنى السياسة؟ السياسة هي الخدمة العامة ووصل لها البلد لحتى ما هيدا كل شيء عم بعمل جهدي لحتى أبقى. وحزب الله مكون أساسي بالبلد، ما بقدر يعني بدي سير الكل وبدي أحكي مع الكل وتابع مع الكل. ومثل ما قلت لك حتى الدكتور سمير جعجع بوجه له تحية وحقيقة أحلى تعاون منه. بس حسب دول عربية وحضرتك تحدثت عن الأمير محمد بن سلمان بيقولوا أنه حضرتك خاضع لحزب الله، هل في شي مرة اعترضت على أنت ما سمعت منهم؟ أني أنا بأتمر من الأمريكاني وبخاف من الأمريكاني وما بقبل الأمريكاني وأمريكاني منعني يجيب النفط الإيراني والأمر ما طيب ما هاي مقابل هاي ما قلت لك حضرتك شاطر مع التنين. هاي مقابل هاي يعني الشاطر بيكون ايه. بس دولة الرئيس في شي مرة اعترضت على قرار طبعا هلا عندك الله. موضوع مواضيع كتير مواضيع كتير تطلع معي كنت رح تقول للواع بس لا عندك النفط عندك وقت أنا بالتاريخ وقت عملت تمويل للمحكمة الدولية وقت عدة مواضيع يعني ما برجع بقول لن أقوم إلا ما يقضيه ضميري الوطني والقانون والدستور. طيب. أي شيء براته مظبوط شوية مغيطة بمغطة بس مش كتير لأنه إذا قويتها بتنقف بإيدي. أوكي. كيف قرأت تهديد؟ على فكرة إجاني بس سؤال ربما سريع بيقولوا أنه قصة ترقيات للدولة أنه بيصححوا لي قالوا لي هو من عقيد ونزول ما صارت الترقيات وأنه هيدي بيقولوا حرام أنه ما يترقوا أنه هاو ناس عبيتعبوا بيشتغلوا وعندك حرس منه ومسكين أمن البلد عمليا أنه حرام كمان. رفعت الترقيات وكان وزير الدفاع كمان بعتها مأخرة وكان في تمني انه هيدي من مهمات واساسيات فخامة رئيس الجمهورية وبالتالي ما فيك تعقد مجلس وزراء لحتى تقرها وانا كنت بدي قرها ولكن استقر الرأي انه حاج بقى تتحدى ويوقعت كل ساعة انه في تحدي ولكن هؤلاء جميعا حقوقهم محفوظة عند اول مشروع قانون بنعمله بحفظ حقوقهم وبعتقد إن شاء الله صار رئيس جمهورية قبل أول تموز بيكونوا ترقوا مع مفعول رجعي لوقت رقايتهم. طيب بدي أشكرك دولة الرئيس لأنه خي عقيد كمان فإن شاء الله بيكون بس بيناته عقيد ما في عمل عميد عقيد لعميد غير قصة لا هو مقدم بده مقدم صار عقيد عيط له عقيد من هلأ كيف أوكي خلص كيف قرأت طالما عم نحكي عن السيد حسن نصر الله وحزب الله كيف قرأ التهديد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال فيه سنمد أيدينا وسلاحنا إلى اليد التي تؤلمكم عم يحكي عن الأمريكان أصدقائك حتى لو أدى ذلك إلى الحرب مع ربيبتكم إسرائيل ومن يتصور أننا سنجلس ونتفرج على الفوضى هو واهم كنا جاهزين جديا بالذهاب إلى خيار الحرب كيف قرأت هذا التصريح كرئيس حكومي حضرتك دولة الرئيس يمكن تستغرب أنا قريته أنه سيد حسن نصر الله بده استقرار بالبلد كامل وبيلعب بالاستقرار بده هو ما يكون سهل بهذا الموضوع ممنوع اللعب بالأمن إلا الاستقرار بالبلد طيب فهمته في الجزء الثاني من التصريح هون كمان بينفهم بأكثر ربما بيقول إذا علمنا أن هناك تسويفا في موضوع استخراج النفط والغاز من حقولنا نحن لن نقبل للعدو أن يستخرج الغاز من كريش ومن يريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى والانهيار عليه أن يتوقع منا ما لا يخطر في باله وإن غدا لنظره قريب في تسويف شاعرين في تسويف أنا بهالموضوع أنا بعد ما سمعت هالكلام طلبت مدير توتال لبنان زارني امبارح الصبح وعطاني تقرير كامل عن سير العمل أول شيء توتال وإني الإيطالية والقطرية لو لم يكن جديون ما كانوا اجوا لهون على السرايا ومضوا الاتفاق ثلاثه لرمزيه لانه فيهم ضوء كانوا وين ما كان صحيح لرمزيه هذا الموضوع وبوجودك واجتمعت انا مع كل واحد منهم على حدا وفرجوا واعربوا عن اصرارهم للاستمرار بهذا الموضوع وهن مبلشين وهي ولكن في عندك موضوع مثل ما بيقولوا مخطط لحتى ينعمل ما دغري كن فيكون بس في مواعيد دكتور رئيس مواعيد بلشوا في مواعيد شهر شباط بلشوا
بعملية المسح البيئي، طلع التقرير البيئي جيد، لا يوجد أي مانع بيئي. هلأ عندهم الحفارات عم ينزلوا مناقصة للحفارة، الحفارة جاي. حتى بقول أكثر من هيك، جاي إمتى الحفارة؟ الحفارة هلأ بتنزل مناقصة، أنا أشوف أي الحفارة إنت بتجي، بس هم بيأكدوا أنه بالفصل الثالث من عام 2023، يعني قبل الفصل الثالث هيك تماما. كيل كلي قال لي هالشي رئيس توتال، يعني إضافة من هون يعني للصيف ممكن يكون عنا تقريباً. نبلش نحفر إن شاء الله من هون للصيف، نبلش نحفر من هون للصيف، بس ما يبين معناه إلا بعد فترة. أكيد طبعا. أكثر من ذلك بقول لك إنه هالكونسورتيوم، هالفريق القطري الإيطالي الفرنسي أكد أبدى رغبة إنه يقوم بمشاريع استثمار بلبنان بالطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية. توتال طاقة الإنتاج الكهرباء على الهواء هي بصدد كمان درس هذا الموضوع وتقويته والاستثمار فيه. أكثر من ذلك كمان، هيدي بكير يمكن أولى، وين في حقول جديدة بدنا ننزلها نحن قبل 30 حزيران 2023؟ عندنا مجموعة من الحقول بدها تنزل، هن مستعدين يجوا يستثمروا فيها. بقى وقت كل هالشي نكون استثمار منهم بمعنى انه في تسويف، بالعكس التسويف اذا بدنا نقارن للموضوع اللي عمله الاسرائيلي، الاسرائيلي بلش اللي نحن عم نبلش فيه اليوم من 3 سنين، والاسرائيلي صرف فوق المليارين 3 مليار دولار لحتى وصل لهون ليبلش يستخرج. فبالتالي نحن نتحمل شوي صغيره، تاخرنا. انا 2011 ما في ضغوط دوليه على توتال او غيرها ابدا. 2011 وقعنا الخط 23. نعم. لو من 2011 مشينا كنا اليوم سبقنا اسرائيل بالانتاج، ولكن التاخير والتسويف واللي بيصير عندنا هيدا جزء منه انه بدنا نتحمل. الحمد لله الحمد لله انه بلشنا بال2011 دولة الرئيس، لانه كانت هالمنظومه اخذت المصاري على الاقل. لازم نخلص من هالمنظومه على الاقل كلهم، يعني كلهم لازم نخلص من هالمنظومه. طيب ايمتى بدك